السلام عليكم، مرحبا متابعينا الكرام، متابعي جديد احوال الطقس عبر قناتنا عبدو اتش دي اتيوب. متابعي جديد، تحديثات للنماذج العالميه لاحوال الطقس، وبعد تحديثات لنهار اليوم متابعينا الكرام، تزيد من قوه الاضطراب القادم الذي سيمس المناطق الجزائريه بامطار ستكون جد معتبره بحول الله تعالى ابتداء من يوم الاربعاء الاول من شهر ماي. إذن متابعينا الكرام، هذا الاضطراب سيدوم لأربعة أيام أو خمسة أيام إلى غاية السبت والأحد القادم بحول الله تعالى. نمر إلى الخريطة ونتابع معكم جديد التحديثات، حيث هذا المنخفض متابعينا الكرام الذي هو في الصورة سيمس المناطق الغربية أيضا الجنوب الغربي بأمطار ابتداء من الأربعاء ليلا بحول الله تعالى. هذه الأمطار متابعينا الكرام ستزداد قوة خاصة على المناطق الغربية والمناطق الجنوب الغربي ناحية بشار، أيضا الأغواط وولاية النعامة، بالإضافة إلى الجلفة وتقريبا شمال ولاية غردية. هذه الأمطار متابعينا الكرام ستزداد قوة خاصة على ولايات غردية بالإضافة إلى الأغواط، وسنتقل لاحقا إلى وادي سوف وشمال الصحراء ابتداء من ظهيرة يوم الخميس. كما نتابع معكم في الصورة، الأمطار ستكون قوية على المناطق الغربية، المناطق أيضا الوسطى ستلتحق بها الأمطار ابتداء من ظهيرة الخميس الثاني من شهر ماي، أيضا المناطق الجنوبية يعني شمال الصحراء ناحية الجلفة، بسكرة، أيضا وادي سوف، أيضا غردايا، أيضا ولاية النعامة، بالإضافة إلى الأغواط وغردية، كلها ستشهد أمطار ابتداء من ظهيرة يوم الخميس. الخميس مساء ستزداد الأمطار غزارة على المناطق الغربية كما نتابع معكم في الصورة، أيضا المناطق الوسطى ستشهد الأمطار أيضا الغزيرة الرعدية، أيضا المناطق الشرقية الساحلية ستلتحق بها الأمطار الخميس ليلا، وأيضا شمال الصحراء والأوراس. يوم الجمعة ستكون الأمطار شاملة وقوية على طول الشريط الساحلي الجزائري من الشرق إلى الغرب، تقريبا من ولاية الطرف إلى ولاية وهران ستكون الأمطار قوية، خاصة أيضا على المناطق الوسطى الداخلية أيضا والمناطق الشرقية، أيضا مناطق الأوراس وشمال الصحراء إلى غاية الجمعة مساء. ستبقى تميز هذه الأمطار أيضا مناطق شمال الجزائر بالإضافة إلى المناطق الشرقية، أيضا المناطق الغربية شمال الصحراء. نتابع هنا يوم السبت الرابع من شهر ماي، ستبقى المناطق الشرقية على وقع الأمطار الغزيرة والرعود والأجواء الباردة بحول الله تعالى. ابتداء من السبت ليلا ستكون الأمطار وتقتصر على أقصى الشرق المناطق الساحلية ناحية الطارف وولاية عنابة إن شاء الله. المناطق متابعينا الكرام الجنوبية أيضا ستتأثر بسحب كثيفة عابرة ناحية أدرار، أيضا إليزي، تمراست، بالإضافة إلى عين صالح، كل هذه المناطق أيضا الجنوب الشرقي سيكون أيضا معني بسحب كثيفة عابرة، لكن قد تعطي بعض الأمطار الخفيفة. إذن متابعينا الكرام، انخفاض في درجة الحرارة ابتداء من يوم الأربعاء ليلا إلى الخميس وإلى غاية الأحد القادم بحول الله تعالى، وأجواء باردة على المناطق الشرقية الوسطى الغربية وشمال الصحراء، وستكون مرتفعة نسبا بالإضافة إلى أقصى الجنوب والمناطق الغربية الجنوبية. إذن متابعينا الكرام، سأوافيكم بكل جديد أحوال الطقس، فقط كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.